صار لك ساعة من ناديتنا ولا تكلمت ولا كلمة، إيش السالفة؟ أشوف إن القعدة وياي صارت مملة بيعت بتج، رافعة خشتك فوق ومبوزة، طالعي خواتك زينهم طول المدة ساكتين وقاعدين بضرابة، لا بوزوا ولا ضاقت خلقهم ولا تحجوا. وهم من متى تحجوا؟ انت نسيتهم حتى الحكي يا يبا. العيون مبققة على هالوسف، وانا متأكدة انهم الحين بسابع نومة. هذا من زود الأدب والاحترام والطاعة، ولا ايش رايكم يا بنات؟ شرك يا يبا، قصر واحنا نلبس يا يبا مثل ما قالوا يا يبا. يا زين خواتي يا يبا، احسديهم احسديهم، خربيهم علي بافكارك، كان زين انت مثل خواتك. ما علينا، بذمتك قول لي وبصراحه الحكي اللي تقوله من قلبك. لا شفت شلون؟ ما علينا، ايش بقيت؟ علشان كذي انا مناديكم ابي استشيركم بسالفه تخصني انا. انا يا ابوكم، أبوكم يا بنات وبعد 15 سنة يعمل سكرتير عند صاحب أكبر شركة دواجن، على آخر الزمن يشيلوني من وظيفتي ويخلوني حامل أختام الشركة. يا يوبا، حامل أختام الشركة أحسن من سكرتيرها، من يحلم إنه يكون حامل أختام بشركة؟ حامل أختام بشركة دواجن يعني يختم بيض، أنا على آخر الزمن أصبغ بيض؟ وش حق شالوك من وظيفتك؟ اسألي المدير الجديد. المدير الجديد يبي سكرتيله، يبي بنيه، يبي جنس ناعم، ما يبي هالويه، يبي يبعدني عن المكتب عشان يبوك وينهب. زين والحين شلون تسوي يا يبا؟ وانا ايش حق مناديكم؟ وايش حق استشيركم عيل؟ اسمع، المسألة محلولة خلاص. انا مو دارسة سكرتارية وعندي شهادة، انت احمل الاختام مؤقتا وانا اشتغل مكانك. والله إيه، انت مو تقول ان المدير الجديد حرامي وتبتك شفه؟ خلاص انا اتم وراه واجيب لك اخباره واحده بوحده لين نحبسه. انا مستعد احمل اختام الدنيا كلها، لكن ولا بنت تشتغل من بناتي. ايش رايكم يا بنات؟ وانا طقت شدي يا يبا، منت قادر تنسى انك في يوم من الايام كنت تشتغل بسجن؟